السلام عليكم طلاب الصف الرابع، كيف حالكم طلابي الأعزاء؟ اليوم في حصة اللغة العربية سنقوم بمراجعة سريعة. ستقوم بفتح الكتاب على درس قرية النمل والتدريب على قراءته قراءة صحيحة. بعد التدريب على قراءته ستقوم باستخراج من الدرس الاستخراج التالي. عندي هون اسم استفهام، بدك تراجع اسماء الاستفهام. جملة استفهامية بتيجي مع بدايتها اسم استفهام، بتنتهي بعلامة الاستفهام. جمع المؤنث السالم اللي بمفرد مؤنث مع ألف وتاء. اسم موصول التي، الذي، الذين، اللذان إلى آخره. عندك قواعد أخرى عليك استخراجها وإرسالها لي على المنصة. بعد ما تحل الاستخراج راح أبعث لكم إياه على التليجرام إن شاء الله. بدك عندي هون مفرد وجمع، عندي كلمات مفرد بدك تكتبها جمع وتكتب لي نوع الجمع. طبعا أخذتوها طب الحصص السابقة ومراجعة هيك سريعة للمادة، راح تكون عندي استخراج وعن المفرد والجمع. وبهيك بس بتحللي الواجب وتبعت لي إياه على المنصة إن شاء الله. يعطيكم العافية يا رابع.